خلاص دام ما رح تخبروني لازم اسوي لكم ابرة. ابوني انبط بيعي. جودة عندها انترفيو هي مدرة المدرسة عشان هي اسمه اي بي سي دي و واتمن كده تسوي كل شيء. تروح كي جي وان هي اول مرة مدرسة هي تعب بتفعلين تقول ابا اصحاب. يا جوجو رايت المدرسة؟ إيه. حلوة؟ يا بكيتي؟ نو ما بكيتي؟ يا جوجو ليش تاكلين القلم؟ ليش تاكلين؟ خلينا أجرب. يا جوجو ليش تاكلين؟ ليش تاكلين البرجر؟ خلينا نجرب. ايه طعمه مو حلو. ليش تاكلين هذا الشيء؟ طعمه مو حلو. ماما بطني عورني. يا ماما تعالي بطني. شوفيت يا هيا شو اكلتي؟ يا ماما ما اكلت شيء. وايد تعورت حبيبتي؟ هي وايد وايد وايد. احب بطني. خلاص حبيبتي انا بتصل بالدكتورة ليلى. بسم الله عليك يا بنتي. يلا الحين بتصل بالدكتورة ليلى عشان تي وتشوف. اوكي ماما. اي اي شوفيك يا نجود. بطني. بطنك تعورج؟ نفسها يا اي بطني. يا جوجو بطني. يا ماما شوفيهم يا أم هيا. ما أعرف يا دكتورة ليلى بطنهم يعورهم ويتهم حساسية ما أعرف شو السبب. آها دام في حساسية أكيد ما تلين شيء مو صحي يا أم هيا. إنزين يا أم هيا عن إذنك خليني أفحصهم الحين. يا هيا شو أكلتي اليوم؟ لا أنا ما أكلت شيء بس قلت شيء غريب كلت سندويشة بيض. بناتي يأكلون أكل صحي ودائما أعطيهم أكل صحي عشان يأخذونه للمدرسة. يا أم هيا غريبة بس لازم نعرف السر. أبوني أنبط بيعي. يا هيا تذكري شو كليتي؟ مستحيل ما أكلتي شيء. الحين لازم نعرف السبب. انا متأكدة انك كليتي شيء مو بصحي يا هيا. الحين لازم نعرف شو السبب. يلا يا هيا حبيبتي تذكري شو كليتي. ما كلينا شيء. ما كلينا شيء. خلاص دام ما رح تخبروني لازم اسوي لكم ابرة. لا.
ها تذكري اياها يا شوكليتي ولا بسوي لك الحين ابرة؟ ابرة نو 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 اسوي الابرة ذكرتي اكلت كلت قلم انا ما بلا طحيني بس وجهي حتى جوجو اكلت كتاب اها عيل هذا السبب انت تعرفين ان هذا القلم فيه جراثيم وهذه الجراثيم تروح للمعدة والمعدة تعب الأطفال ولازم نكون حريصين إن نغسل إيدينا قبل الطعام ونحاول ما نستخدم أغراض الآخرين فهمتوا يا حبايبي؟ تراني أنا أول مرة أكون طيبة لأن أشكالكم وايد تحزن يا أصدقائي الصغار كونوا حريصين على النظافة وإبعاد الضرر عنكم ودمتم سالمين ها شوف البلد ما يقدر يشوف الأكل. ماما شفت ولد عيونه فوق شكله يخوف وحتى لي العيونة اسمي شوية كده ماما أنا ذهبت على ولد لا يا بناتي ما يصير تضحكون هي شكلي ذهب كان كده حتى راسي كده لا يا بناتي ما يصير يلا يلا قوموا على الغداء جاهز اكيد يلا فتاني فتاني شوفي هاي الولد جاهز ايوه شكله مش حلو خلينا نخ عليه اطلع هذا مش بيتك انا عارفه انت ما تشوف هذه لات بنات لولو هذه البنات لازم يتعلمون درس قوي بشوف أمهم أبا عيون وين أمكم؟ تعالي خلي بيتنا أمي موجودة أهلا وسهلا يا جارتي أهلا فيك وكيف حالك؟ وكيف البنات؟ الحمد لله كلنا بخير لولو أريد أقولك شيء بس بعد شوية نادي بناتك تفضلي شوفي يا دانا اوكي فطامي وهيا تعالوا يسرني بنجيب الاكل وبناكل مع بعض اوكي يا لولو لا تزعلين مني انت صرتي وايد دبة انا هي لولو انت صرتي وايد دبة لا تزعلين مني عشان انت شكلك صرتي
يضحك وايد. وبعد وهب صار وايد تجاعيد، صرتي مو بحلوة. بس يا جارتي هذه خلقة الله، لو ما تقدرين تغيرين شكلك غيري ديكور البيت. ولا بعد ما تقدرين تغيرين يا بخيلة، هذا الكرسي من عمر فطامي سنة، والآن فطامي كبيرة يا بخيلة. الحين أنا بعصب عليك، حتى لو أنتي كبيرة لا تزعلين ماما. هي ما تزعلين ماما، أمي ما تقدر تغير شيء فلا تزخيل عليها. هي ليه سرحتي؟ يعني أنتوا زعلتوا لما أنا ضحكت على أمكم؟ حبيباتي بناتي، بس يا هيا فطامي عادي تسخرون من صالح المسكين؟ قربوا من عندي يا بناتي. يا بناتي أنا وجارتي اتفقنا نسوي لكم هذا المقلب حتى تحسون بمعاناة الآخرين. هي أنا شفتكم أنتوا هيا ضحكون على صالح، أنا زعلت عليه لأنه ما يقدر يغير الشيء من حياته، هو مسكين. يا بناتي أتمنى أنه يكون درس قاسي لكم. آسف يا ماما ما بسوي. يا أصدقائي السخرية من الأمور المحرمة، لأن فيها استهزاء بالناس وتقليل من شأنهم. كل شخص فينا يتمنى يكون أفضل شخص بالحياة، لهذا شجعوهم وكونوا لهم سندا. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. شوفوا إنستغرام وتيك توك وسناب شات.